السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتظر هذه اللحظة بشغف كبير لكي ألبي طلبات التلاميذ الأعزاء، والكل يركز في هذه اللحظة بالأساس على الإنشاء ولا لا برودكسيون إكريت، وخصوصا لو سوجي أرغيمونتاتيف. فسبق لنا شفنا هذا الشيما أون رابور أفيك لو سوجي أرغيمونتاتيف، ومن بعد التلاميذ بداو كيتسائلوا في حالة لقينا مشاكل في لي زارغيمون اللي ممكن نزيدو في هاد لي شيما شنو هو العمل. فالإجابة غتكون خلال هاد الفيديو اللي غنحاولو ما أمكن أن نشوفو دي زارغيمون اللي ممكن يصلحو لنا بزاف ديال لي سوجي. وغتلاحظو بأنهم هاد لي زارغيمون لي سو أن بتي بو ديتايي، فيهم بزاف ديال لي ديتاي، وكذلك ممكن نزيدو دي زيكزومبل من لافي كوتيديان ولا دي زيكزومبل كذلك من لي زوفر اللي عندنا في لو بروغرام. إذن لوبجيكتيف ديال هذا العمل هذا هو ريديجي سوانيوزمون ان سوجي ارغومونتاتيف اون شويزيسون دي زارغومون بارتينون. إذن خصنا نكتبو وبسلاسة واحد لو سوجي اللي هو ارغومونتاتيف حجاجي، ونختارو ما امكن دي زارغومون حجج ودلائل اللي هي كتناسب هاد المواضيع اللي كطرح لنا في الجور ديال ليكزامان. فهاد الدلائل ولا الحجج فهي عامة وممكن تصلح المجموعة ديال لو سوجي، وكذلك ممكن تصلح المجموعة ديال لي بلون، سواء كان ان بلون سامبل ولا ان بلون كومبوزي ديالكتيك اكسيتيرا. ملاحظة يجب الإشارة إليها هو أنه في الامتحانات الجهوية راه ممكن تكون عندكم ابخاف ديال أنتيغون مثلا ولا برودكسيون اكريت عندها علاقة مع دا تام ديال لابواط ميغري، وهادشي هذا لاحظناه في مجموعة ديال الامتحانات، ولكن هذه قلنا غير إمكانية. مسألة واحدة أخرى اللي يجب الانتباه ليها هو أنه ملي كنتكلمو على لابرودكسيون اكريت كنتكلمو عليها كمحاور دا تام، ماشي كهادي برودكسيون اكريت ديال انتيغون وهادي برودكسيون اكريت ديال لا بوطا ميرباي. فكلهم دي برودكسيون اكريت ممكن يتعلقوا مع داتام دوني، وبالخصوص انه كاينين داتام اللي كيتشاركوا فيهم لي زوفر اللي كيكونوا في البروغرام. دائما ناخذوا ليكزامبل ديال لا بوطا ميرباي مع انتيغون، ممكن كيتشاركوا في لاتام ديال لامور لا جونيس لو كونساي le devoir, le droit, le bonheur, le mariage, le sacrifice, etc. Donc, fa ملي كنبغيو نتناولوا واحد البرودكسيون اكريت نتناولوها كتام. وكذلك اشاره مهمه وانه كنشوفوا كذلك كيفاش نطرح لنا هذا لو تام هذا، كيفاش يجب معالجه هذا لو تام هذا، ومن خلاله عاد كنختاروا دي زارغيمون. فهاد لي زارغيمون اللي غيكون عندكم عندهم علاقه مع دي زيكزومبل دو تام كو جو فيان ديكريغ، هو اللي كتبت فقط دي زيكزومبل، وفي لا فان كتلاحظوا بانه كاين دي بوان دو سسبونسيون. هذا كيعني بانه لي زارغيمون ممكن يصلحوا لا برودكسيون اكريت في علاقه مع هاد لي تام اللي هما امامكم. ليكزومبل مثلا لامور والحب، la jeunesse الطفولة، le conseil النصيحة، le devoir هو الواجب، le droit الحق ولا الحقوق، la fraternité الأخوة، la parenté القرابة، la défense هو الدفاع، la liberté الحرية، le défi التحدي، le courage الشجاعة، لو سيرفيس هو الخدمة وبيان سور خدمة شخص آخر، لو مارياج الزواج، لو ساكريفيس هو التضحية، لو بخي هو القرض ولا السلف، لو ديستان هو القدر، لا كوبيراسيون هو التعاون، لونجاجمون هو الالتزام، لونكوراجمون هو التشجيع، لا غراس هو العفو، كنقولو دائما العفو عند المقدرة، لو ريكونفور هو راحة البال ولا الطمأنينة،
Le partenariat هو شراكة، l'entraide هي المساعدة المتبادلة، la charité هو فعل الخير، la bienfaisance هي الأعمال الخيرية، la protection هي الحماية، la subvention هي الإعانة ولا المنحة، l'investissement هو الاستثمار. وكتلاحظوا بانه بلوز او موان هاد لي تيم عندهم ان اسبي بوزيتيف، راه على داك الشيء هاد لي زارغيمون غيمشيو مع هاد لي اسبي بوزيتيف بلوز او موان، ولكن خصنا كذلك نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. في عمل اخر ممكن مثلا نشوفوا دي اسبي نيجاتيف اللي كاينين في لي زافغ، مثلا لا هان اللي هو الحقد، لا بينيسيون اللي هو العقاب، لا سوبرستيسيون هو الايمان بالخرافه والشعوذه. وغتلاحظوا كذلك بانه هاد لي زارغيمون اللي عندكم اللي سو ان تي بو ديتايي، وممكن تكفيكم ارغيمون غير في لا تيز، ولا ارغيمون وحده اخرى غير في لونتي تيز، ولا ارغيمون واحد اخر كذلك غير في لو بوان دو في بيرسونيل، مع امكانيه انه ممكن تزيدوا معاهم دي زيكزامبل دو لا في كوتيديان، ولا دي زيكزامبل حتى les œuvres qui sont dans le programme. Donc, les arguments positifs ou la pour, maintenant l'argument le ou en prenant en considération les avantages, ça veut dire l'ijabiyat, le bien, ça veut dire le masail jida ou le khair, et les profits. Ça veut dire l'arbah qu'on peut en tirer, les wokin, nous. D'ailleurs, les agréments, ça veut dire wasa'il raha, et les enjouements, le marah, sont des aboutissements inévitables, ça veut dire les kiwslona, les nata'ij ijabiya, les huma des conséquences constructives, constructives, ça veut dire chi haja li hiya na'a, sur le corps et l'esprit. Ça veut dire que tu as ma voix ijabi, elle a le corps d'yenna, elle a le jisme d'yenna, ou elle a l'esprit d'yenna, ça veut dire arroh d'yenna. Mais l'exemple tani, un moment de réflexion, halat il khdina wahad l'wakt, d'yel tfkir, bien fondé, ça veut dire mtazen, nous laisse suivre un tel chemin, qu'en tibou à tariq hada, du fait des côtés positifs, les gens et les gens, d'un tel engagement. Fi sabil, bien sûr, donc, had l'tizam had. L'argument telt, c'est sûr, mais auquel, qu'il s'agit d'un raisonnement logique, qui a ni syntage mentaqui, et bien structuré, ça veut dire benna, terkibi, qui mène le kiddil à des résultats instructifs enrichissants, le kiddil l'nata'ij moufida wa ghaniya. Bensba l'argument rabe, puisqu'il est question, bima annahu lakin annahu ahl al-mundu' d'une inspiration profonde, ça veut dire moulhim jidden l'amiq, qui converge le kiddil vers le sentiment d'un état d'âme, l'ihsas, واحد راحة البال ريكونفورتون اي تري بيزون، سو فو دير مشجع ومريح جدا. بالنسبة للزارغيمون نيجاتيف ولا كونتر، ون ابوردون سات فيزيون بمعالجة ولا تناول هاد النظرة، سجي دو بخوندر اون كونسيديراسيون، هنا يجب أخذ بعين الاعتبار لي ديزارغيمون. Ça veut dire l'isage et les ennuis ou le malal qui sont multiples, il y a ktira. L'argument tani, cela aura un rapport avec l'essence. Hada, ando alaqa, maddat, marruh, le fond de l'être, jouhar al-ka'in al-hi, et la nature humaine, tabiat l'insan, qui se sont métamorphosés, les homothéros, par exemple, kbir, pour se concorder, bash, et wafqo, ou la, in sajmo, et mener, ou iddiw, à des conséquences, et la nataïj, wakhima, désastreuse,
et dévastateur, مدمرة إلى غير ذلك. L'argument tels, le paradoxe est étrange, مفارقة غريبة, du moment que les gens, maintenant, naissent, s'éloignent, qui tardent des valeurs humaines, qui tardent à la qiyam insaniya, et s'attachent, ولكن qui tibtent, l'égoïsme, l'égoïsme ou حب الذات, et le profit personnel, ça veut dire الربح الشخصي. L'argument الرابع سجنك اللي هي واحد الأدغال الأدغال كستال كتنتشر dans les différents coins du monde في جميع مناطق العالم pour donner naissance باش كتولد لنا دي جون ناس كي سافيستيس اللي كيستمروا dans le mal في الشر s'écarte de toute dignité humaine اللي كيبتعدوا على كل كرامة مهيبة ولا عظيمة. أخيرا يجب أن أشير إلى مسألة مهمة هو أنه كان حول ما أمكن أنني نصل 1000 مشارك و 4000 ساعة ديال المشاركات ديال لي زاديرو نساعي إن شاء الله وهذا لسبب بسيط هو أنني بغيت نستافد من القناة ديال اليوتيوب باش ندير دي لايف مع التلاميذ ديالي فالتلاميذ ديالي كنشتغل معاهم في تيليجرام كنشتغل معاهم في الفيسبوك كنشتغل معاهم في الواتساب ولكن الهدف الأساسي اللي بغيت نوصل له هو أنني نحاول ما أمكن نشتغل معاهم في أقرب وقت في دي لايف مع اليوتيوب فغتحاول ما أمكن إن أمكن أنكم تشجعوني بلي بارتاج بلي لايك بلي زابونمون بلي زونكوراجمون في لي ديسكريبتيف الى غير ذلك وانا مستعد في اقرب وقت نزيد لكم دوت ارغيمون في دي فيديو اخرين مستعد كذلك نزيد لكم دوت شيما وغتكون اكثر سهوله واكثر تركيز واكثر تطور كذلك عندي اعمال اخرى اللي ممكن نشرها لكم خاصه بالبلان سامبل كذلك ممكن نشر فيديو آخر خاص بالأسئلة 19 والكيفية الإجابة عليها وكذلك هناك مواضيع مهمة جدا اللي ممكن تساعدكم سواء في تطوير اللغة ديالكم ولا كيفاش تكتبوا الإنشاءات ديالكم ولا كيفاش تستعدوا الامتحانات ديالكم وإلى اللقاء قريب إن شاء الله فحاولوا ما أمكن تشجعوني وانا رهن الاشاره ديالكم انني نتناول اي موضوع كيف ما كان النوع ديالو عنده علاقه مع اللغه الفرنسيه ولا لو ديفلوبمون بيرسونيل بشكل عام